ملک پاکستان کی مایاناز شخصیت عالمی ایوارڈ یافتہ محترم جناب قاری سید انوار الحسن شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی وہ مائک پہ تشریف لاتے ہیں اور تلاوت کلام پاک سے آپ لوگوں کے دلوں اور قلوب کو اور اذہان کو منور فرماتے ہیں الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن ما شاء الله جزاكم الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله إلا من ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله بارك الله بارك الله يضاعف له
شاء الله ما شاء الله ما شاء الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ومن والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما الله والذين إذا ذكروا لم يخروا عليها صما وعميانا سبحان الله ما شاء الله والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان الله ما شاء الله يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة
منهم جزاكم الله بارك الله. خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم كبيرة. سبحان الله. ما شاء الله. والسماء الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. ما شاء الله. الشمس
ما شاء الله. حياك الله حياة طيبة يا كيش يا شيخ. ما شاء الله بارك الله. الله أكبر كبيرة. والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها ما شاء الله. سبحان الله. ما شاء الله. يسعدك الله في الدارين. ما شاء الله. والحب ذو العصف والريحان. والحب ذو العصف والريحان. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم.